الله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. درسكم الماضي وما هو بقول شيطان رجيم. درسكم اليوم فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. فأين تذهبون؟ وين رايحين؟ فأين تذهبون؟ وعن السؤال والجواب تتخلون، وتظنون أنكم نافذون. الآنين لا تخافوا، بالسؤال والجواب، وستسألون، وقد يعجز أحدكم عن الإجابة لأن السؤال ما متوقع. مين بيروح على الفحص بالكفاءة أو البكالوريا متوقع السؤال؟ بقدر تقديرات، لكن ما بيحسن يتوقع السؤال الفلاني ويحضر له الجواب الفلاني. كل سؤال غير متوقع جوابه، ولا سيما السؤال في القبر والسؤال في الحشر والنشر لا يتوقع جوابه. جواب السؤال غير متوقع، لكن عادة بياخذوا الأسئلة تبع السنين الماضية بيقولوا بده يتكرر السؤال، الكتاب كله تغير. فاللي بيعتمدوا على الأسئلة تبع السنة الماضية مساكين بيفشلوا بالفحص. ما لازم الإنسان يعتمد على الأسئلة الماضية، لأنه الأسئلة الماضية للماضي. إحنا الآن في الحاضر. رأي أنا استعرض لكم كم سؤال. الخطاب إلى رجل أو امرأة، كيف كانت صلاتك أيها الإنسان؟ هل كنت تقصد بصلاتك التقرب إلى الله عز وجل، أو كنت تقصد في صلاتك إنه أنا عم بصلي، يعني الله طلب مني الصلاة أنا عم بصلي أكثر من الصوفية؟ ماذا كنت تقصد في صلاتك أيها الإنسان؟ هذا سؤال. مين منكم عنده جواب؟ كنت أقصدك أنت يا رب. طيب، تعالوا الكمبيوتر طالعونا صلاة الظهر يوم السبت شلون كانت، وتطلع على الشاشة إنه كانت النية في صلاة الظهر إنه شوفوني أنا عم بصلي. إذن هل يتوقع هذا الجواب؟ نظن حالنا إذا حكينا نفدنا، لكن عم نطلع للماضي عم نشوف النية ما كانت خالصة لله.
مين صام رمضان؟ ليش تهاونتي في الطعام وفطرتي قبل ما يأذن بخمس دقائق؟ انت ايه دخل الوقت؟ لا انا لو ما دخل الوقت انا ما كنت بفطر. طالع الأضبارة وإذ قالت اي الله، شو الله راح يحاسبنا على خمس دقائق؟ وإذ بيطلع الجواب غير صحيح. فماذا يكون الجواب في هذه الحالة؟ من منكم يتوقع هذا الجواب؟ شلون كانت معاملتك مع جارتك ومعاملتك مع جارك؟ شلون كانت المعاملة؟ والله يا ربي كنت عامل جاري أنا أحسن ما يكون. تحول على الأضبارة تبعه وإذ كان يرتب المكيدة لجاره شلون بده يحسن يكيد جاره وينجح. هل متوقع هذا الجواب وهذا السؤال؟ أنا عم بحكي لكم عرض السؤال الذي لم يكن متوقع. انت شلون كنت تعاملي بنتك وعاملتي كنتك مثل بنتك؟ طال عمرك انت والله ما حبيتها وتمنيتي يطلقها، شو بده بعطيه بس يطلقها؟ هو معلق فيها ما عم يتركها. هل تتوقعين هذا السؤال وهذا الجواب؟ وقت خطبتي عنده سيارة عنده بيت خلاص ما بدنا شيء بنوب ولا سألنا بنوب، بعد الزواج بسنوات قال إيه والله عم بيسكر. طيب ما عرفتي عم بيسكر إلا بعد سنوات؟ كان مغطي عنك ست سبع سنوات ولا انت ما بحثتي؟ والله انا مجرد ما قالوا لي انه في سياره وفي بيت فرحت فيهم خلاص ما عاد ابحث. بعد ما الزواج اربع خمس سنين تقول ايه ما بيشتغل. انت اخذتي شو اخذتي بالاول؟ شوفور تاكسي. شوفور تاكسي هذا ما عمل ثابت. بحطي حالك بالميزان، انت غرض تكوني لشوفور تاكسي؟ حطي حالك بالميزان قبل ما تتورطي. ولا فرحانه انه شوفور تاكسي بياخذني بيجيبني؟ والله ما فاضي طالعك من البيت كل النهار على التاكسي اخذ جماعه وجايب جماعه، وبس يجي على البيت يقول لك والله هل كان مالي حزين تحرك. ليش بتتوقعي هي ما بتتوقعي هي؟ بدك تتوقعي هي وهي، وهي الى مكانها وهي الى مكانها. انا عم بعرضها عرض السؤال الذي يمكن أن يكون. من السؤال الذي يمكن أن يكون، ليش طلعتي على البرندة وقايمة على راسك؟ والله الدنيا ليل وما حدا بيشوفني. لك الجار شافك مثل ما أنت. يلا شو ما شافوا مني زكاة عني. شلون انتي فرطتي؟
انت صاحب الدين ولابسه ملاي ذم، والتنوره تبعك عم تشحط على الارض، بدك ترفعي رجلك لتركبي بالمكرو، واحد قاعد عم يترقب شاف كل شيء. والله انا بعرف حالي اني لابسه طويل، لابسه طويل بس تحته ما في شيء. كانوا يلبسوا ملايا الذم، وانا شبه اني قاطعت لملاي الذم. فبيسالوني ليش؟ لانه انا قاعد عند بياع عم باخذ واعطي انا وياه، عملت ايدها هيك مشان تكشف المنديل وتشوف القماشه، الشعر تحت باطه بيان. وين الدين؟ عم ناخذ القشره الظاهره لكن من جوا ما في شيء. هل هذا هو الدين؟ هل الدين نسند الحيطان والابواب ونترك الدرس ما نقرب لقدام؟ جاي نعمل سيران نحن؟ رجاء كل اللي ساندين الباب يقربوا لقدام، كل اللي ساندين الباب يقربوا لقدام. المريضة تقعد على الكرسي هنيك، لأنه والله ما في ذوق. وحدة قعدت سكتت، أنا تانية قعدت سكتت، صار كلهم الحيطان ولا وحدة بتسند الحيط. اللي قاعدين على الكراسي قوموا، في كراسي هنيك. خادم الجامع بده يفوت ويطلع بين النسوان بده يمشي. من الأسئلة التي تمر، ليش جيتي على الجامع؟ عشان أحضر الدرس. لمين بدك تحضري الدرس؟ لله. لا والله بروح لأنه بقعد مرتاح، بسند ظهري مد رجلي وباخذ راحتي، عم روح لاني كيف برتاح، وبرتاح اكثر من بيتي، ليش حتى ما اروح على الدرس؟ هذا السؤال بده يجي بكره. اذا جاي لله، بعصرنا نحن كنا نجي على الجامع لله، كنا نتباهى مين اجى على الصف الاول، مين قعد على ركب وما غير قعدته من اول الدرس لاخره. هيك كنا بزماننا، سمعنا وعده تتربع ما عليه شيء، صار بدنا نسند الحيطان ونبعد عن الحلقه. الله وكيل، لو ارادت البحث كتار قاعدين على الكراسي، حرام يقعدوا على الكرسي. انا شايف وعرفان، وغدا هذا السؤال سيأتي، ليش قعدتي على الكرسي؟ والله ترافعا، لأنه أنا فلاني بصير يعني ما أقعد على الكرسي، ولازم يجيبوا لي كرسي خصوصي إلي. أنت جاي على سيران ولا جاي لعند الله؟ إذا جاي على بيت الله وبدك كلام الله، تتعلمي كلام الله وكلام رسوله، ما بتفكري وين بدك تعدي. المريضة بيطلعوا تنتين ثلاثة، 50 60 70 وحدة قاعدين على الكراسي، والله شهيد كتار منهم ما لازم يقعدوا على الكرسي. أنا شايف وبعرف، وغدا سيأتي هذا السؤال، انه انا لانه انا فلانه مدلله. المريضه بعيوني بحطها، بس عم نشوف المريضه. انا عم شوف بصلاه الجماعه، شباب صار بدهم يصلوا على الكرسي. سالت واحد ترك، بابا انت فيك شيء مرض وحتى عم تصلي على الكرسي؟ قال لي انت ليش عم تصلي على الكرسي؟
يا ابني أنا مريض، قال ما نالي بشعرك. يعني كل الناس ما عم يتوقعوا أنهم غدا سيسألون. جلوسك بالجامع وجلوسك بالجامع أنتم ستسألون عنه بين يدي الله. حضرت الدرس؟ نعم. ماذا عملتم بما سمعتم؟ توقعوا هذا السؤال، ماذا عملتم بما سمعتم؟ والله نحن يعني نحضر الدرس مشان نتسلى يعني، مشان البركة. ما البركة هربانة منكم إذا لم تعملوا بما تسمعوا. أول ما بدأت حطيت 4 كراسي كانوا يكبون، زدناهم زدناهم زدناهم، صار ما عاد حد بده يقعد إلا على كرسي، لأنه ما جايين إلى مجلس علم وغدا سنسأل. جايين لمجلس علم ولا جايين تتأذعوا على الكرسي؟ بكلامي أنا أصحاب الذوق المرضى بيتحسسوا والبقايا مجلطين ما لهم سائلين، وأنا هذا شايفه بعيني. وكثير بسأل ليش غيري يتعود على الكرسي أنا ما أعود؟ وغدا هذه الأسئلة ستمر عليكم، حضروا الجواب بهذه الأسئلة. أين تذهبون عن كتاب الله؟ أين تذهبون عن امتثال أمر الله؟ أين تذهبون عن طاعة الله وتعدلون عن أوامره؟ شو تعدلون عن أوامره؟ يعني منقصر شوية بالأوامر الإلهية. شلون يعني؟ أنا بحب أتعلم. يعني أذان الظهر والله هلا مشغولة شوية، لأطبق الطبخة بعدين بصلي. يعني الطبخة عندك أغلى من الله؟ هذا السؤال. يعني طبختك أغلى من الله؟ عم بمسح البلور بس لحتى أخلص البلور بعدين بصلي. البلور عندك أغلى من الله؟ جرابتي منقوبة عم خيطها، تركيها لحقي صلاتك بعدين خيصيها. لا لا، هي أبدا من الصلاة. تتوقعوا هذه الأسئلة ستأتيكم غدا؟ وهل أنتم عاملين بما سمعتم أو غير عاملين؟ أنا عم بحكي كلام يعني ما كتير إله صحة، ما بعرف. كتار بيناتكم بيأذن العصر لسه ما صليت الظهر، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا ما كان مرادي أتأخر لهالدرجة، بس والله اضطريت، إن شاء الله الله بيسامحني. أنا هذا بإذني سمعانه منكم، إن شاء الله الله بيسامحني ما بيأخذني. شلون بده ما يأخذك وأنت تعمدت تأخري الصلاة عن وقتها؟ شلون بده ما يأخذك؟ إيه الله كريم بيعاملني بكرم، وبكرة ما خليتي له مجال للكرم، سكرتي عليه بواب الكرم بسوء تصرفك. واللي بيسيء التصرف يعني اتوقعوا. فات شاب من الشباب شاف واحدة حط ايده عليها، قال لها امي روحي معي مشوار. شو بيكون موقفكم؟ والله من مصع رقبته. بصير من مصع رقبته بالحكي،
ليش أبو مرة لما بفوت على بيتكم ما بتمسحوا رقبته؟ تقولوا له نحن ما منأخر وقت الصلاة عن محله. والله يا شيخي أنا بصلي الصلوات الخمس الحمد لله، بس الفجر ما بحسن صلي مع جماعة لأنه بكون نايم وما في مين يفيقني، وعبره بظل الساعة لكن الساعة ما عم تفيقني. أنا أجاني واحد هيك قلت له اربط الساعة، قال لي والله عم بربط الساعة بس ما عم في. قلت له طيب، لغينا الحديث. بعدين قلت له والله أنا حابب أعمل سيراني بكرة. الأستاذ خدني معك. قلت له حاضر، بس أنا بجي على الجامع بصلي الفجر وبمشي دغري على السيارة. قال لي أنا بجي لعندك. إجا صلى الفجر. لك الجامع بجنب بيتك ما عدت عشان تصلي الفجر، شلون اجيت؟ لأنك ربطت الساعة، مو ساعة المنبه تبع الزنبراك، لا، بدك تربط ساعتك الجوانية. إذا ربطت ساعتك الجوانية بتحسن تفز، أما إذا الساعة الجوانية ما مربوطة. ومن علائم ربط الساعة، ساعة 10 لازم تكون متفرشي. أنا نمت بكير امبارح، ساعة 11 تركت الكل ونمت. الساعة 1 فزيت رجعت نمت. الساعة 2 فزيت ما عاد في نوم. إباقي للصبح ساعتين وربع، ساعتين وثلث، ما خلص ما عاد في نوم. سطحت ما عاد في نوم، خلص راحت. صار بقى بدها وضو، بدها ركيعات، بدها ذكر الله، بدها تلاوة قرآن. ما حسيت على حالي إلا الفجر عم بيأذن قاعد، ما لي حاسس بالوقت. من ساعة 2 لساعة 4:30 سمعت الأذان عم يأذن. قلت سبحان الله، الله أكرمني، ضاع الوقت في كتاب الله وفي ذكر الله وفي الوقوف بين يدي الله. مين منكم عم يفكر هيك؟ أنا راح أحكي لكم مين أنتو. السهر الـ 12 للوحدة للتنتين ما بنسهر مع حدا نحن، بس نفتح الموبايل وبنقعد بنقلب بالموبايل. صار التنتين ما لنا حاسين، ننام تنتين، اثنين عاد نحتن في 4، طنبر ما عاد يفيقنا. هذا الورد واقعين فيه انتو ولا لا؟ اكشف لكم البرداية ارجيكم من اللي واقع بها المرض. الاكثرية 90% واقعين بها المرض، وخصوصي هاللي دون سن 20 ما همهم صلاة بقدر ما همهم الموبايل والايفون. قد ما بيحكوا قدامي عم بحفظ اسماء ايفون. الايفون يعني تليفون، بيحكي تليفون كمان بيحكي وايفون. يعني هاللي فيه سكايب وفايبر واتساب شو كمان ما عم بيعلق بذهني، في لسه محطات ثانيه. هذا اللي اسمه ايفون ما بعرف، هذا هو اللي اسمه ايفون. هذا الايفون
بابا والله تليفوني معطل ما عم بيشتغل بابا، بدي ايفون. لايش الايفون؟ مشان تسهر على الايفون لساعة اثنتين وثلاثة وصلاة الصبح نايمة مثل الفطايس. عم بيصير معكم هيك شيء ولا اولادكم بناتكم؟ الام مفروض فيها تقوم بالليل، تفتح الغرفة على بنتها تشوفها شو عم تساوي. يا ترى في بيناتكم أم كهذه الأم التي قامت في وسط الليل ودخلت على غرفة ابنها لتشوف شو عم يساوي، وجدته ساجدا، عطته اذنها هي وراه وما لحثت فيها، سمعته يقول: اللهم ارزقني الشهاده ولا تحشرني من الارض، احشرني من بطون السباع وحواصل الطير. قديش عمره؟ 17 سنة. سمع بالجهاد راح، وهذا في زمن رسول الله. قال: أنا جاي على الجهاد يا رسول الله. قال: يا ابني أنت صغير. قال له: اجربني. نادى لواحد من الصحابة قال له: اعطيني بلي لنجربه. اجت النبلة براس اليهودي، راح وحدة ثانية وحدة ثالثة وحدة رابعة وحدة خمسة. روح له ما فتح ورداء، بعدين صوبوا عليه رموه مات، اخذوه دفنوه، دفنوه بالنهار، الصبح لقوه على وش الأرض، دفنوه ثاني مرة، الصبح لقوه على وش الأرض، دفنوه ثالث مرة، الصبح لقوه على وش الأرض. يا رسول الله شو نسوي؟ قال: دعوه. بعد ما خلص الحرب النبي بعث اثنين، واحد بيركب فرسه، واحد بركب الفرس تبع الفقيد، راح يوديها لأهله. لما قرع الباب طلعت أخته الصبية اللي عمرها 14 سنة، وصرخت صوت: يا أمه قتل أخي. فوقعت الأم على الأرض ساجدة لله بأن الله قبل دعوته. أول وحدة قتل في الجهاد، طلعت لعند الزلم هذي برا، قد أنشدكم الله، هل قبلته الأرض أم لفظته؟ إيه أنت قاعدة في بيتك شو عرفت شو صار بالجبهة؟ فسأل الرجل، قال: وما يدريك؟ قالت: سمعته وهو ساجد في وسط الليل يناجي ربه ويقول: اللهم اقسم لي الشهادة ولا تحشرني من بطن الأرض، احشرني من حواصل الطير وبطون السباع.
يعني خلي ياكلوني الوحوش ما اكون انا في بطن الارض. فقالوا لها: دفناه في اليوم الاول وجدناه في الصباح على سطح الارض، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث لم تقبله الارض، لفظته، طلعت لفوق، فتركناه على سطحها تأكله الطيور والوحوش. 17 سنة، مين بيناتكن عمرهم 17 سنة بيقوموا بيصلوا تهجدهم في الليل؟ مين؟ ما شايف حدا. في حدا بلغ 17 سنة يرفع أصبعته يقول أنا بقلد ذلك الشاب وأنا أقوم إلى تهجدي في بطن الليل؟ مين منكم؟ كان شو جايين تسووا؟ جايين تستلوا؟ سيأتيكم غدا هذا السؤال، جايين تستلوا أنتم بالجامع أو جايين تتعلموا؟ فإذا تعلمتم فيكون العلم حجة عليكم بين يدي الله. إذا لم تعملوا بما تعلمتم فأين تذهبون؟ وأي طريق تسلكون أوضح من الطريق الذي بينه الله سبحانه وتعالى وأرشدكم إليه؟ إنهم قوم قد ضلوا الطريق، ضلوا طريق التدبر وجهلوا سبيل الحكمة، ولم يبق لهم سبيل إلا التقليد الأعمى. التقليد الأعمى، ومعظمكم عايش بالتقليد الأعمى. شفنا بالتلفزيون بيحطوا الكزلوك على راسهم، قديش صرت حاكي عن الكزلوك انا؟ هلا انا جايين على الدرس حاطين الكزلوك على راسهم. البنت هذي مالها رجال، الى 50 رجال، مشان تنعرف بين الناس بتحط الكزلوك على راسها. تقليد اعمى بلا قيد ولا شرط. عقيدة تخالف أهل الإيمان بأن الروح تنتقل من جسد إلى جسد. إذا مات الملك ولدت كلبة، راحت روحه للكلبة الصغيرة، وإذا ماتت كلبة ولد ولد، هذا أخذ روح الكلبة. هذا التقمص. فنحن نسير ونعمل دعاية بمبدأ التقمص بلا عقل ولا تفكير ولا إدراك ولا وعي. شيخي عم تخربط أنت، مين منا بيعملها؟ أنتوا عم تعملوها. شيخي عم تتهمنا تهمة باطلة وسيرة عاطلة، نحن ما بنساويها. عظيم. إذا وحدة دخلت على وحدة قابرة ابنها أو أبوها أو زوجها، شو بتقول لها؟ إن شاء الله العمر إليك. يعني راح عمر أمك إليك أو عمر أختك إليك أو عمر بنتك إليك، معناه أنت عم تشجعي التقمص بلا عقل ولا تفكير ولا إدراك ولا وعي. هيك سمعنا وهيك قالوا لنا. في حدا منكم فكر بهالكلمة لحالة؟ وإذا بدك تترفع إلا إن شاء الله خاتمة الأحزان،
شو يعني خاتمة الأحزان؟ يعني إن شاء الله تموتي أنت سريعا حتى ما عاد تحزني على حدا. فكرنا بمعاني الكلمات التي نقولها. وهل يكب الناس، النبي بيقول عليه الصلاة والسلام، وهل يكب الناس على وجوههم ومناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ نحكي الكلمة ما بنعرف شو عم نحكي. إذا سهرنا مع بعضنا نحكي على جارتنا هي وعلى جارتنا هديك وجارتنا الفوق وجارتنا البعيدة واللي كانت زمانها جارتنا، ما بنخلي وحدة ما بنحكي عليها بالسهرة. وهل يكب الناس على وجوههم ومناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما منحسن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتمسك فيه، نتمسك بالعادات والتقاليد. هيك سمعنا، هيك قالوا لنا، هيك امنا حكت لنا. وشو قالت امنا؟ قول منزل. وقد تكون الام اميه لا تقرا ولا تكتب، لكن هي لا تعلم انه اللي هي عم تساوي عم تاثر في بناتها وصبيانها ويتقيدون بها. وهل فكرت الام ان تتعلم الحكم الشرعي كيف تجيب اذا سئلت؟ كثير بيجيني اباء وامهات بنتها سالتها سؤال ما عرفت الجواب، شيخي دخيلك اعطينا الجواب. بلا يروح يجيب البنت اول، بدها هي تاخذ الجواب وهي تجاوب بنتها. انا ما بفتح مجال، روحي ابعتي البنت لحتى انا جاوبها، لانه بيظنوا الجواب كلمه وغطاها. جواب بده إقناع، تقنع جليسك بالجواب اللي بدك أنت تعطيه. عم يقتنعوا بالجواب؟ بس عطينا، بس أنت احكي لنا الجواب نحن بنحكي لهم يا. ما بقبل إلا صاحب العلاقة يجي لعندي، لا أدرس أنا وياه، شوف قناعته لوين واصلة. عم بتقول لك أربي يعني أربي، ما بدنا مناقشة. إلا يهزوا بدني، ما ممكن، ما ممكن إلا يهزوا بدني، إلا يسندوا العضاضة. التنتين اللي ساندين العضاضة ولا ما ضروري يسندوا العضاضة، العضاضة واقفة لحالها ما بدها حدا. بس ما له خواص، العقل ما موجود والغاية غير مقصودة. الغاية جايين بدنا الله، واللي بده الله ما بيقول خضرت ركبي ما احسن تثبت، ولا بيغير قعدتهم من بداية الجلسة لنهايتها. بدنا نسند ظهرنا والله أرياح، لأنه جايين على سيران، ندور على شجرة نسد ظهرنا. كما قال سبحانه في سورة لقمان: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس يعني منكم انتم، من يجادل في الله بغير علم. عم تتجادل هي وياها، ما بدها تقدم، خليها تسد الباب. بدك رجال فايته طالعه انت واخذه بيناتهم، بدك ما فيكي ذوق قربي لقدام. لا، هي مبسوطه هون.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ما في تبكير، ما في حدا هون. يقول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. شيخي نحن مالنا هيك، شلون مالكم هيك؟ لا انتوا هيك. لا والله شيخي نحن مالنا هيك. عظيم. أني أم تحسن تقنع بنتها رايحة على الجامعة ما تلبس الجاكيت القصير، يلا ماما أنا زميلاتي كلهم هيك، كذابة مو زميلاتك كلهم هيك، أنت هيك بدك، ولأنه أحلى عشان تبين البنطرون، وكان قصير لتحت الركبة بشبر، صار لعند الركبة، صار لفوق الركبة، صار العليتين ببينوا هي ماشية بالبنطرون. عم بحكي غلط أنا؟ لأنه هي بالجامعة. سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهي حط الكذوك على الرأس. سنن من قبلكم بدون عقل ولا تفكير ولا إدراك ولا وعي ولا ولا ولا، بس إنه شفناهن بالتلفزيون حطوا الكذوك على رأسهم بدنا نقلدهم. ليش؟ ما بنعرف. تقليد أعمى. لبسوا قصير بدنا نلبس قصير. الموضة ما منلاقي بالسوق كم طويل، لو دورتوا على كم طويل بتلاقوا، لكن والله اختي البنت كمان خليها تفرح بحالها تلبس قصير من فوق الركبة وبلا كمام شلحة أحلى. لك يا بنت الحلال عيون الناس فارغة، في ناس مشتيين الولد بنظرة بيروحوا لك يا على آخرة، والنبي حذرنا من ذلك، قال العين حق، العين حق، العين حق ثلاث مرات. إن العين لتضع الرجل في القبر والجمل في القدر، يعني الجمل كله بترميه بلحقوه تلحيق بالمحول حتى ما، والجمل الذي يقع في العين لا يؤكل منه. لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. وهذا هو الاتباع الأعمى بلا عقل ولا تدبر. فأكثر الناس يقلدون الغرب. لك يا ريت، أنا بعرف الغرب وعايش زمن في الغرب وداير نصف العالم. الغربيين في منهم متمسكين بدينهم على غير الإسلام، والأخلاق الكاملة أكثر من كثير من اللي عايشين ببلد الإسلام، لكن من نقصنا نحن مندور على الناقصة بدنا نقلدها، ما مندور على الكاملة بدنا نقلدها. أنا حضرت عرس بفرنسا متعمدا، رحت حضرت العرس انا،
بتفرج على النسوان. العرس من البداية إلى النهاية ببريد. احسن شوف إنساني منها شعرة بيشتروا الجرابات الطوال، متى نهرى سفل الجرابة بيقصوها بيعملوا وطائية بيحبسوا شعرات فيها ما بيبين ولا شعرة براتها، فوق منا بيحطوا الإشار. هذول الباريزيين هاللي أصلا غير مسلمين ودخلوا في الإسلام وهاللي ولدوا مسلمات أبناء مسلمات أبناء مسلمين ما عم بيساووا مثل ما بيساووا الغربيين، لكن من نقصنا نحن عم نشوف أنقص شيء في الغربيين عم ناخده. حط الكزغ على راسنا علامة إنه أنا مالي رجال، مين بده يعني يجي ياخذني؟ مرات تكون إلى ثلاث أربع أولاد بدون لا عقل ولا تفكير ولا إدراك ولا وعي ولا شيء أبدا، كأننا آلات والجو العام يفرض علينا الحركة كما هو، أما ما عندنا استعداد نحن نقاوم ونقول هذا الإسلام ويجب علينا أن نتمسك بالإسلام، ما عندنا استعداد نقاوم. معهم معهم يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذه أخلاق، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي أراد أن يعلمكم أخلاقه الشريفة، فهل أنتم تريدون أن تتعلمون أخلاق رسول الله؟ أو خلينا على التلفزيون شو ما علمنا التلفزيون نتعلم، ويكون إمامنا التلفزيون أحسن ما يكون إمامنا رسول الله، أنو أحسن؟ الجو العام وراء التلفزيون ومنشوف نحن تمثيلية، بجيبوا بنات الجامعيات وشلون تحركشوا الشباب وشلون الشباب تحركشوهم وشلون راحوا وشلون راحوا محون وشلون رقدوا وراهم وشلون وشلون، هذا اللي بيعجبنا نحن وهذا اللي بناخده. أما نتعلم أخلاق رسول الله، لا يحق لإنسانة ما أن تخاطب رجلا ما إلا بإذن أهلها. لك يعني أنا إلي أهل تروح تجوبني عند أهلي، ما بسمح لك تحكي معي بالطريق. إيه أنا ما صدقت عند أجداد لما يتحركشني، إيه أنا بدي إياه، بلكي بتعلى السنارة بإلا بتحبي نروح على القهوة نشرب فنجان قهوة ونتدارس مع بعضنا، ايه بتروح معه على القهوه شو فيها؟ بتروح معه على القهوه بتروح معه على البيت، لانه هي ما صفي الها شخصيه ولا صفي الها ذات دابت فيه. عم بحكي غلط انا؟ عم بيصير هذا ولا ما عم بيصير؟ فتحوا ادانكم، فتحوا عيونكم، فتحوا عقولكم وعربوا حالكم شلون ماشيين، وغدا ستسألون بين يدي ربكم عن كل هذه التصرفات، ستقفون بين يدي الله وتسألون عن كل صغيرة وكبيرة. ما تفكروا حالكم نبدت مرئت. لا تكونوا إمعة، هيك الناس بيساووا، كل الناس لبسوا قصير اليوم، أنا ما عندي البس طويل، اللي بسعر الناس. وين تفكيرك بالله؟ والله عندي بعض البنات الجامعيات
عيوني طلعت بالطول بالعرض انه يلبسه طويل ما ممكن. بتساهل انا ما بشد كثير لانه بخاف الشد يكثر، كون شويه يلين، لكن ذوق ما في. لك يا جماعه في من لابسين طويل بوسط الجامعه، كونوا مثل هذول، لا بدنا نكون مثل الناقصين لانه نحن ناقصين، وهذا موجود. مين الناقصين؟ بنركض ورا الناقصين بنقصنا، اما الكامل بدور على الكاملين. انا ما رضيت اني اكون ناقص، درت اوروبا اوعي ما غيرتهم، وكثير حاربوني من المسلمين. ما بصير يا اخي انت ببريد لازم تلبس بنطلون، ما بلبس بنطلون. انا قوي ماني ضعيف، مو انا بضعف قدامهم وهن يصيروا اخويا، لا انا قوي بايماني، وقوتي بايماني ما بسال عن حدا بنوب. هاي امور شخصيه، انا هيك بناسبني اللبس، شو بدي بغيري؟ لا لا لا، لازم نقلدهم ولازم نمشي معهم ونمشي على هديهم. لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ما هيك النبي عم يقول؟ تقليد اعمى بلا قيد ولا شرط. فالواجب على المسلم ان يعتبر بدينه ويفتخر بدينه، وأن يستقل بشخصيته المميزة فلا يتبع كل ناعق. فأين تذهبون؟ وين رايحين؟ عارفين حالكم وين معانين؟ عارفين حالكم الجورة اللي أنتم نازلين فيها ما في منها مهرب ولا بتحسنوا تطلعوا منها؟ أين تذهبون؟ تذهب عقولكم في تكذيبكم في القرآن مع وضوحه وبيانه كونه حقا من عند الله عز وجل، كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين فأمرهم بالتلاوة، فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هو في غاية الركاكة. ما واضح بهذا اللي هن حفظوه. ففي حدا منكم حافظ قرآن مسيلمة الكذاب ومتجاهل القرآن الكريم؟ أعوذ بالله. شيخي مين مساوية؟ أنتو. نحن مساوية؟ نعم. في عندك دليل أنه نحن منساويها؟ نعم نعم. من منكم يفتخر بصلاته أمام الغير؟ يعني إذا كان برات البيت وبده يصلي أو بدها تصلي تستحي تقول أنا بدي صلي، تستحي تقول أنا بدي أتوضأ، تستحي في دينها ولا تستحي في شبابها وحياتها. كنت سافر أنا مرة، دخلنا صار وقت الصلاة بدنا نصلي، فقبل ما يدخلوا الناس على الجامع بت أنا ومرتي توضيت بالموضأ، خافت يدخل حدا من الرجال، شمر عن الإيد تغسلها وتغطيها،
شمر عن الثانية تغسلها وتغطيها. رأسها هيك عملت بلت ثلاث أربع شعرات، رجليها بالجرابات توضيت، لأن في رجال بالموضة كمان. أنا واقف مظللها، خلصت وضوء قالت لي توضأ أنت بقى. بجوز ما استحيت من الناس، شلون أنا بدي فوت الموضة تبع رجال فوت أنا أتوضأ؟ طالما أنا وياك فايتين سوا شو بيهمك من رجال؟ في حدا بساويها؟ هيك كانت تساوي معي. هيك كنا نصلي بالجوامع في سفرنا، ما نعرف نصلي بالبيت، ما بنعرفها صلاة البيت. اليوم 99% ما بيصلوا برات البيت. نروح على الجامع عشان نصلي، عشان ايش؟ نضيع نص ساعة وروح نص ساعة رجعة؟ لأنه القعدة بالبيت أغلى من الله وأغلى من تنفيذ كلام الله. لذلك نحن ما عندنا استعداد نصلي برات البيت. مرات عم يكونوا بالجامع. وهن بالجامع بيصلوا بالبيت. قال هذا دين. في منهم بيشتكوا وضعنا الصحي، أنا وضعكم الصحي؟ عم تمشوا مثل الغزلان، أنا وضع صحي هذا بيمنعكم كن تصلوا مع الجماعة؟ الشيطان راكبكم وما لكم حاسين. كلكم، كل من يستطيع أن يصلي مع الجماعة وبيترك الجماعة، الشيطان راكب عم بيقول له لا تصلي معهم، خليك لحالك. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمكم أن تعملوا بما سمعتم وتعلموا ما عملتم به. والله يغفر لي أنا وإياكم والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. طلع كتاب